السلام عليكم. إذن سأتحدث اليوم عن درس الزوايا المركزية والمحيطية في الدائرة. إذن الزاوية المحيطية هي زاوية رأسها ينتمي إلى الدائرة، كهذا مثلا هذه الزاوية التي قمت برسمها الآن، بحيث تحصر قوسا في الدائرة. إذا مثلا الزاوية M هي زاوية محيطية، كذلك هذه الزاوية A أو CAB هي زاوية محيطية. لماذا؟ لأن رأسها ينتمي إلى الدائرة وتحصر القوس CB، بخلاف هذه الزاوية أو رأسها ينتمي إلى الدائرة ولكنها لا تحصر أي قوس، إذن هي ليست في دائرة محيطية، أو هذه وإن كان رأسها ينتمي إلى القرص وتحصر قوسا ولكنها ليست بزاوية محيطية. يجب أن يكون رأس الزاوية هذا على الدائرة. أما الزاوية المركزية فهي زاوية رأسها هو مركز الدائرة وتحصر قوسا في الدائرة. إذن عندنا في هذا الدرس بدنا نعرف العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية وبين الزاويتين المحيطيتين. إذن هنا مثلا هذه الزاوية المحيطية، لاحظوا الآن هي تحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية المركزية. في هذه الحالة العلاقة بينهما الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية، بمعنى أنه إذا كانت في الزاوية المركزية 100 فإن الزاوية المحيطية المرتبطة بها قياسها 50. وأيضا مثلا إذا كانت الزاوية المحيطية قياسها 40 فالمركزية أي المركز فقياسها 80. الآن سأقوم بإنشاء زاوية محيطية تحصر نفس القوس أو مرتبطة بالزاوية المحيطية. الآن هاتان الزاويتان المحيطيتان، هذه وهذه، فهما نقول أنهما زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس، وبالتالي فإن لهما نفس القياس. فمثلا إذا كان هذه الزاوية قياسها 40 فهذه كذلك قياسها 40. كاين واحد الحالة خاصة في الزوايا المركزية المحيطية، وهي مثلا هذه الحالات. فلاحظوا هذا المستقيم هذا، فأصبح الآن مماسا للدائرة. والآن نقدر نحصل على زاوية، لو ضعت واحد النقطة T فيمكن أن نقول بأن الزاوية BMT هي زاوية محيطية تحصر القوس CB، وهي إذن مثلها مثل هذه الزاوية. فهذه الزاوية التي أشير إليها الآن إذا كان قياسها 40 فهذه الزاوية التي أشير إليها الآن هي أيضا قياسها 40. إذن تقريبا هذا مجمل ما في هذا الدرس. إذن نشوفوا من بعد درس الزوايا، درس المثلثات المتقايسة، وننتقل إلى التمارين.